برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم رب الناس، أذهب الباس، أشفي أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. بسم الله يقيكم والله يرعاكم، والله يشفيكم، والله يجيركم، والله يجبركم، والله يعيذكم، والله يعصمكم، والله يحفظكم، والله يرعاكم. بسم الله يقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر، بسم الله يقيكم من الأمراض والأوهام، من نزغات الشياطين ومن الأسقام، بسم الله يقيكم من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام، بسم الله يقيكم والله يرعاكم، والله يشفيكم، والله يجيركم، والله يصبركم، والله يعيذكم، والله يعصمكم، والله يحفظكم، والله يرعاكم. بسم الله يقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر، بسم الله يقيكم من الأمراض والأوهام، من نزغات الشياطين ومن الأسقام، بسم الله يقيكم والله يرعاكم، والله يشفيكم، والله يجيركم، والله يزوركم، والله يعيذكم، والله يعصمكم، والله يحفظكم، والله يرعاكم. أعيذكم بالله العلي العظيم، أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريض، ومن بطش كل جبار عنيد، أعيذكم بالله العلي العظيم من كل شيطان مريض، ومن بطش كل جبار عنيد، أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى، أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريض، ومن بطش كل جبار عنيد، أعيذكم بالله العلي العظيم استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى، أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولابس، ومن شر خادم السحر والحارس، أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولابس، ومن شر خادم السحر والحارس، أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لابس ولابس، ومن شر خادم السحر والحارس، أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريض، ومن بطش كل جبار عنيد، أعيذكم بالله العلي العظيم ما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى، أعيذكم بالله العلي العظيم ما
غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر كل دابة الله آخر بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل ذي شر لا تطيقون شره من شر كل ذي شر لا تطيقون شره من شر كل ذي شر لا تطيقون شره أعيذكم بالله العلي العظيم من همزات الشياطين أعيذكم بهم ربي يحضرون أعيذكم بالله العلي العظيم من همزات الشياطين وأن يحضرون أعيذكم بالله العلي العظيم بسم الله يقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجيركم والله يزبركم والله يعيدكم والله يعصمكم والله يحفظكم والله يرعاكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير
لن يزل منه ما لم نذق من عذاب السعير نذق من عذاب السعير نذق من عذاب السعير ومن يزغ منه عن امرنا نذق من عذاب السعير اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجيب داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أجيب داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أجيب داعي الله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته وله كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته
ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أجيبوا داعي الله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله لا يصلح عمل المفسدين. الله أكبر من كل شيطان. عاشق شيطان زان شيطان. الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله يبطل كل سحر. وكلوا به شيطان.
يبطل كل سحر وكلوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر قيدوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر سلطوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر وكلوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر قيدوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر يقمر به شيطان. قيدوا به شيطان كبلوا به شيطان سلقوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر وكلوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر وكلوا به شيطان قيدوا به شيطان قيدوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر وكلوا به شيطان وكلوا به شيطان وكلوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر وكلوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر وكلوا به شيطان قيدوا به شيطان. عطل كل خطبة وزواج صرف الخطاب والأزواج من الأبواب والأحباب. بسم الله يبطل كل سحر وكلوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر قيدوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر وكلوا به شيطان وكلوا به شيطان. غير الجمال وصرف الأزواج والخطاب من الأبواب والأعتاب. بدل الجمال وصرف الأزواج والخطاب من الأبواب والأعتاب. بسم الله يبطل كل سحر قيدوا به شيطان وكلوا به شيطان. صرف الأزواج والخطاب من الأبواب والأعتاب. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر أينما كان وكيفما كان في الأعتاب والأبواب والشور في الزوايا والأبواب والشور. سحر أطعموه سقوه وأطعموه في المقابر دفنوه في القبور دفنوه بالصور بالطلاسم بالجداول بالحساب بالأرقام. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. عليه شيطان عليه شيطان. خدم سحر القبور خدم سحر المقابر خدم سحر القبور والمقابر خدم سحر الصور خدم سحر الطلاسم خدم سحر القبور والمقابر. دفنوه عند أرجل الموتى دفنوه عند أيدي 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 الموتى دفنوه. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر مدفون عند أيدي الموتى مدفون عند أيدي الموتى مدفون. عليه شيطان 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 عليه شيطان. بسم الله يبطل كل وكلوا به شيطان وكلوا به شيطان قيدوا به شيطان كبلوا به شيطان. بسم الله يبطل كل سحر. بسم الله يبطل كل سحر صرف الأزواج والخطاب. بسم الله يبطل كل سحر صرف الأزواج والخطاب من الأبواب والأعتاب. بسم الله يبطل كل سحر صرف الأزواج والخطاب من الأبواب والأعتاب. بسم الله يبطل كل سحر صرف الأزواج والخطاب وغير الجمال
وبدل الجمال وسود الجمال. بسم الله يبطل كل سحر، عطل كل خطة وزواج، صرف الأزواج والخطوب من الأبواب والأعتاب. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، دفنوا في الأعتاب والأبواب، دفنوا عند أرجل الموتى، دفنوا عند أيدي الموتى، دفنوا في القبور والمقابر، عند أيدي الموتى دفنوا في الصور غير الجمال، سود الجمال، بدل الجمال، شوه الجمال، غير الجمال، بدل الجمال، سود الجمال، شوه الجمال. أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقال الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقال الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقال الحق وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بطل، وبطل ما كانوا يعملون. كل سورة بها تلاصي، بها أرقام، بها حساب، بها رموز، شوهوا بها الجمال جمال الوجه، غيروا بها الجمال جمال الوجه، بدلوا بها الجمال جمال الوجه، وصرفوا كل خاطب وزوج من الباب والعتبة، عطلوا كل خطبة، صرفوا الخطاب والأزواج وعطلوا كل خطبة، صرفوا الأزواج والخطاب وعطلوا كل خطبة، كل خطبة وزواج، كل خطبة وزواج، كل خطبة وزواج. إن شاء الله ستتزوج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزواج سنة الله في خلقه، إذا مزوجتي يا مزوجت أنا مزوج هذا سنة فلا صلاة تكاثر تزوج بس كلها أبناء قد تعبت وما شاء الله الموت بغيبه سنة سنة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا أزواجا ذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية أزواجا 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 وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج شيء واحد أزواج ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أزواجا وخلقناكم أزواجا أزواجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحذرون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا أزواجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل مارد رجيم من كل مارد رجيم من كل شيطان رجيم متجبر رجيم عنيد رجيم اللهم وابتر شهوته وأحرق عورته اللهم كما زنى واطلع على العورات ولمس العورات وسكن العورات وعطل كل خطبة وزواج وصرف الأزواج والخطاب من الأبواب والأعتاب وصرف كل خاطب وزوج من الباب والعتبة اللهم أحرق عورته وابتر شهوته اللهم أحرق عورته وابتر شهوته اللهم أحرق عورته وابتر شهوته يحرق تحرق عورته اللهم أحرق عورته يا ربي وابتر شهوته اللهم واجعل من تحته نارا اللهم واجعل من تحته نارا من بين أقدامه نارا من تحته نارا يغلي نارا يجري نارا يصلاه نارا نارا في عورته نارا في شهوته نارا 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 كل الشيطان عطل الزواج صرف الأزواج والخطوب شغل الأسحار بالليل والنهار سكن البدن مدة طويلة صرف كل خاطب وزوج من الباب والعتبة أسقط الشعر وغير الجمال وبدل الجمال وسود الجمال وسود الجمال وصرف الأزواج والخطوب إلى الأبواب والعتاب اللهم عليك بكل شيطان وجد كل شيطان وجد كل ظالم وجد كل عفريت وجد كل طاغي وجد كل عاشق زاني كل مارد زاني كل خادم سحر عطل كل خطة وزواج اللهم شل يدك واحرق عورته واحرق عورته عبد الشيطان من دونك وطاع الشيطان من دونك اللهم احرق عورته وابتر شهوته لا 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 لا
اللهم احرق عورته وابتر شهوته، 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 اللهم اجعل من تحته نارا، اللهم اجعل من تحته نارا، اللهم اجعل من تحته نارا في عورته نارا، نارا لا برد ولا سلاما، 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 يعود لها جمالها وحسن وجهها، وسيرجع لمعاد شعرها وطول شعرها وجمال قوامها، وسيعود لها جمالها وبهاؤها وحسنها، وستتزوج، ستتزوج إن شاء الله، ستتزوج، سيعود لها جمالها وحسنها، سيعود لها كل شيء، وإن شاء الله ستتزوج، وسحرك الله سيبطل، وعملك الله سيبطل، وعملهم الذي صنعوه بصورة وطلسموا فيها وشوهوا فيها الجمال وعطلوا بها الزواج، وعند يد الميت دفنوها في القبر، عند يد الميت دفنوها في القبر، عند يد الميت دفنوها في القبر، عند يد الميت دفنوها، مقبرة بعيدة مهجورة منسية، ميت كبير شيخ هرب، عند يد الميت دفنوها، عند يد الميت دفنوها، عند يد الميت دفنوها، فوق يد الميت دفنوها، في يد الميت دفنوها، بصرابة دولة للمراجعة، بالصورة خذ الصورة وهي صغيرة وهي جميلة، وشعرها في الصورة طويل وأسود هلمع، وبهذه الصورة تشوه الجمال، بهذه الصورة أصبح الشعر يسقط شعرة شعرة، زغبة زغبة هكذا، وغير جمالها وشكل الصورة، لا يقرب الباب لا خاطر، وانطلقوا الباب خاطر، ولا يقترب منها خاطر، ولا تتزوج، ولن تتزوج، وكم من سحر صنعوه قبل سحرك وعطلوا به الزواج قبل سحرك، وكم من سحر رشوا في الأعتاب قبل سحرك، وكم من صورة دفنوها في القبور وتحت التراب وأسفل الأشجار والأحجار، من أبطلها؟ من أبطلها؟ الله جل وعلا. جبت لكم واحد الكرت وما تشوفها عندي هنا فيها السحورة نتاع سنين عددها. من أبطلها؟ ماشي شطارتنا ولا حداقتنا ولا المعرفة ديالنا، الله جل وعلا يقيد وييسر ويسخر. فهذا السحر الذي دفنوه في المقبرة لها هي بالصورة، هذا السحر دفنوها
بالصورة في هذا القبر، وكتبوا فيه حتى لا تتزوج، بالأرقام، بالحساب، بالطلاسم، بالجداول، حتى لا تتزوج. وسعوا جاهدين وأنفقوا المال والدرهم والدينار حتى لا تتزوج. بين قالك مستفز زي مش حالك مليون زوج، وكان داروا بهم مشروع جنة وقع وما دي فجوا يحسن منها. طيب صنعوه حتى لا تتزوج، وامسكوا صورتها وهي صغيرة جميلة، شعرها مطلوق هكذا، شعرها مطلوق طويل ويلمع أسود. هذه الصورة هذه وش قالوا؟ يتشوه الجمال، يسقط الشعر، يبطل الزواج. وتقل الزوجة تخبعين اللي بغوا يشوفوا لها الجمل بورضاك القردة وش غادي تبغى تزوج، بعدين شغل أمر مسلم. ولكن اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماء والأرض ومن فيها، اللهم لك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كل عمل صنعتموه أو صنعه من فاتكم قبلكم بهذه الحرفة وهذه المهنة يعلمون علم اليقين ويعرفون هذا أن الله معهم أينما كان بعلمه، أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أن الله لا تخفى عليه خافية. هذا السحر الذي دفن في المقبرة وإن لم يصل له أي عاقل، سنصل إليه بتوفيق الله جل وعلا وبمنته وبعونه وبمدده وبالاستعانة به وحده. هذا السحر إلا تبطله أيدي البشر فهذه الصورة ربما تأكلها الديدان تحت التراب وتنهشها وتتفتت. نعم الله قادر. هذا السحر اللي هو في التراب، وتظن أن هذه المدة نتاع الرقية كلها اللي عانت وقاصت فيها ولم يبطل ولم يظهر، وأن تسعى جاهدا وتصبر على العذاب وعلى الألم وعلى النار وعلى الحرب وتراوغ ولا زلت صامدا محتسبا صابرا، الأجر والثواب خير إن شاء الله. اسمع اسمع، هذا السحر الله جل وعلا قدر يسلط عليه دودة قدمها فتنهش تاكل، والله تاكل، عشناها لمسناها، تاكل تاكل اقسم به، والله تاكل تاكل الصورة وتاكل كل شيء. فهمت؟ قدر الله عز وجل يسلط عليه غير الحشرات تفتتوا النمل الديدان ولا يبقى، الله قادر. ولكن يمهل شت هذا الوضع الذي أنت فيه، أنت فيه نعمة، وقلها دائما كنقولها والله اللي دائما نقول أي جني الله يجعل يكون معك هنا، ما نعرف وش نقول لك، ما نعرف شكون يكون معك شي جني عصا سليمان عهد سليمان يكون فيك. فهمت؟ دوك اللي كانوا يستناو غير يموت الله ما لحقنا به صالح. فهمت؟ ما شكون ما بغى يكون معك، فخصك تعرف بأنك ضعيف، والله الذي لا إله غيره. هذا السحر اللي راه في المقبرة وهذا السحر الذي أرسلك وهذا التوكيل وكذا وكذا، قدر يقدم لك يد المساعدة ويد العون الآن وأنت جالس في الله. إحنا عطينا كرسي قاعد هزيناك وأنت ما قدرتش تجلس في كرسي، الركاب يفشلوا ونزلت لله. بماذا؟ بأبي القرآن بكلام الله، والجميل والأجمل والغريب والأغرب والمفضل والأفضل أن الله أحصاه في 60 حزبا وقال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. ما غتصو كيف الكلمات متاع ربي مشكلة والله. فاتق الله، والله الذي لا إله أنت في غفلة، أقسم بالله قلها ونعود أنت في غفلة، راك في سبات عميق سبات الدبابة اللي كاين ناسو 6 شهور فوق 6 شهور، ناسو في المشتى فوق في الربيع وفي الصيف، واضح؟ أنت في سبات عميق، أنت في غفلة، أنت نائم. اتق الله جل وعلا، فدنيانا قصيرة وأعمارنا قصيرة، واضح؟ وهذا العمل الذي أنت عليه الآن لا يرضاه الله، اللي هو رب الساحر، اللي هو رب الشيطان اللي كترفعه وتعلنها له، فأنت لا تساوي شيئا، فأنت أحقر مخلوق على الأرض لأنك اتخذت الشيطان وليا من دون الله وخلق الله
وهو خاطبك وهو يعلم أن الساعة حق وأن القيامة حق وأن الحساب حق وأن العقاب حق وأن الجنة والنار حق. الشيطان يخاطبك ويقول أن وعده مخلوف، وعده باطل، وعده لا شيء، فاتق الله ربك وسحوك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي تتقوى به ودخلت به ووكلت به وتسلط على جسدها به اللي صالت وجلت بين الرقات ولا نتيجة ولا دواء ولا شفاء، وأنت صامد صابر محتسب على الباطل لا على الحق، صابر صامد محتسب على الشر والظلم والظلم لا على الحق، صابر محتسب على ظلم الناس وعلى أذية الناس وعلى قهر الناس، ولا تعطلي الزواج تشوهي الجمل واسقاط الشعر وتصبح نحيلة في جسدها وبدنها وتعلنها وترفع شيطانك وتمردك وطغيانك. فلا أقول لك من هذا المنبر عاد السحر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بدل أن يسلط عليه أيدي البشر ولا أيدي الرقاد ولا أيدي عبد من عباده، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم حتى ترى آيات الله فيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم هذا السحر الذي دفن عند يد الموتى في قبر أن يسلط عليه أصغر مخلوق دودة إن شاء الله تعالى، دودة بإذن الله أو حشرة أو نمل ينهشونه نهشا ويفتتونه إن شاء الله يأكلونه حتى نجمع بإذن رب الأرض والسماء. اللهم صلت على سحره التيدان والنمل والحشرة، اللهم صلت على سحره في كل قبر ومقبرة وعند يد الموتى وعند يد الموتى وعند يد الميت. اللهم صلت على سحره الطير والديدان والنمل والحشرة، اللهم صلت على سحره النمل والحشرات، اللهم صلت على سحره النمل والحشرات والدود والحشرات ينهشونه نهشا ولا يبقى له أثر ولا باقية ولا جزء ولا طرف ولا خيط ولا حرف ولا كلمة ولا شيء. أسأل الله يبطله بأضعف خلقه بالديدان والنمل والحشرات. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إلى الخير يقودكم ويسوقكم وتأبون إلى الظلم. فلا إله إلا الله، من الظلمات وجب العبودية يريد أن يخرجكم وتأبون إلا الذل معيشة الذل. لا إله إلا الله، لا يرضى لكم الكفر وترضون لأنفسكم. لا إله إلا الله، يدعوكم إلى الخير ويقربكم منه تقريبا ولا تأبون إلى الظلم والشر والكفر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يريكم الآيات الثقال العظام وهي كلام الله أحصاه الله ونسوه، يريكم آياته الثقال لا شيء، آيات بسيطة قرأناها عليكم نزلت عليكم كالجبال هدت كيانكم وأسقطت وأضعفت قوتكم. لا إله إلا الله، نزلتم من الكرسي إلى الأرض ضعفا وهوانا ألما وحرا حر عذاب بشيء أحصاه الله ونسوه، بكلام أحصاه الله ونسوه، بحروف ثقيلة عند الله عظيم نزلت من سبع سماوات إلى جبريل إلى محمد هدى للعالمين إنسا وجن. من أطاع الله فاز، من أطاع الله نجا، من أطاع الله أفلح وربح، من أطاع الله فاز وأفلح وربح ونجا اهتدى، ومن عصاه ربي الكعبة ضل وزل في الظلام والظلمات غوى وهوى. فلا إله إلا الله، إلى الخير يقودكم وله يسوقكم، فأقبلوا على الله جل وعلا واتقوا الله فيما تبقى من الأعمار. دنيانا قصيرة، أعمارنا قصيرة، أعمالنا قليلة، ووراء الموت خلد يا إما في الجنة ويا إما في النار، ووراء الموت رب يا إما راض ويا إما غضبان، وراء الموت صراط وحساب ووقوف أمام رب الكائنات سبحانه وتعالى. فاتقوا يوما تعودون فيه إلى الله، يوم القيامة لا تخفى على ربنا منا خافية، يوم القيامة تشهد علينا أيدينا وأرجلنا أعيننا ألسنتنا آذاننا أرجلنا أينما سقناها وسقناها.
اتقوا الله فلا إله إلا الله، وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يعلم ما تبدون وما تخفون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسألك ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كلها، أسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك يا ربي بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي ناقشت اسمه تحت عرشك يا الله، أسألك يا أرحم الراحمين ويا ولي الصالحين ويا رب السماوات والأرضين، أسألك يا علي يا قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، يا رب كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء ومليكه. اللهم يا من ترى سحره فأنت تراه ولا يخفى عليك مكانه، يا من ترى مكان سحره ومستقر سحره وتعلم سر سحره وعمل سحره، اللهم يا من تراه وترى مكانه، ترى قوته وضعفه وحاله، اللهم يا رب أبطل سحره، اللهم بمطر السماء وماء السماء أبطل سحره، اللهم بالدود الذي في التراب والنمل والحشرات في التراب تنهش سحره تفتت سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم أبطل سحره، اللهم سلط على سحره أضعف خلقك وأصغر خلقك، اللهم سلط على سحره أضعف خلقك وأصغر خلقك، اللهم سلط على سحره أضعف خلقك وأصغر سحرك. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، اللهم سلط عليهم أضعاف خلق ينهشون أسحارهم يمزقون أسحارهم يبطلون أسحارهم يمزقون أسحارهم يبطلون أسحارهم يبطلون أسحارهم يبطلون أسحارهم يمزقون أسحارهم يفتتون أسحارهم، أسحاركم بسم الله تبطل تزول تبطل تتفتت تبطل، اللهم أبطل أسحارهم سحرا 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 يا رب سحرا سحرا يا رب سحرا، اللهم أبطل أسحارهم اللهم أبطل أسحارهم ودمرهم تدميرا ودمرهم يا رب تدميرا ودمرهم يا رب تدميرا. شربوا بلا صراب شو بيقولوا الناس راكم تشربوا بلا من احنا يا جاد الامان. سؤال، من عذبك؟ من على الارض اسقطك؟ من جعلك ترتعش وترتجف وترتعد؟ من؟ من جعلك تحس بالألم والحرج؟ من أذاق حرج القرآن وعذاب القرآن وألم القرآن؟ من جعل القرآن ينزل عليك كالنار ثقيل عظيم؟ من جعلك تحس بحمله وضره عليك؟ من؟ الله جل وعلا.
مشات ثلاثة ديال الناس من غيرك في هاد القاعة، ناس طبيعيين، قرئ عليهم القرآن كما تقرأ لك الآن. هل أحس بنفس الشيء الذي أحسست به أنت وحدك؟ من يترنح ويرتجف ويرتعد ويصرخ ويصيح؟ هم أم أنت؟ أحد. طيب، هل القرآن ناج يخدمونه؟ هل القرآن من الطلاسم وجداول؟ هل القرآن من سحر يلقى على مسامعك فتصعق وتربط وتحبس به وتكبل وتصيح وتصرخ وتحرق؟ ما كلام الله قاله الله أنزله الله يحذر به الله يعد به الله ينذر به الله فيه وعد ووعيد تخويف وترهيب. الله هو الذي أنزله، ليس للإنس فقط بل للجن والإنس، دعوة لكي يخرج بها الجن والإنس من الظلام إلى النور، من العبودية وعقل العبودية وجب العبودية إلى النور. ماذا؟ أنت شيطان، شي مشكل كتفكر إلي وردتك واحد لون خضر وبيض تفرق بيناتهم هكذا. أنا غادي نقول لك دي مصطلح، أنا ما عنديش القاعدة ديالي، كل واحد يفكر كيما. الشيطان اللي هو شيطان اللي له خدام وجند، وكل مخلوق منا له قرين، والقرين من الشيطان ومن زمرة الشيطان هو شيطان. ولكن الجن الذي يسكن جسم الإنسان لا يعد شيطان، بل جني تبع الشيطان. ليس الجني الذي يقول أنا شيطان، ليس هو شيطان، شيطان بالأفعال، لم يتبع الشيطان في القول والفعل والعمل. ولكن الجثة ديالك جني، عندك قرون كل معزة، فهمت؟ وعينك مقلوبة جن. الحقيقة لست شيطان، أنت جني. ما تقولش أنا شيطان، أنا شيطان، الشيطان يطيحك، الشيطان ينذل، الشيطان عنده مهمة وعنده عمل وعنده خدمة وعنده شيطان. شيطان بأفعالك تشيطان، تبعت الشيطان في القول والفعل والعمل أصبحت الشيطان، تبعت الشيطان في الخنفرة أصبحت الشيطان، تبعت الشيطان في الأقوال والأعمال والأفعال أصبحت الشيطان، أتبعت الشيطان في نهجه في دستوره في عقيدته في توجهه. ولكن الشيطان ما قالكش بأن الله أخرجه من زمرته، ها؟ يكونوا 14 ما عنديش مشكل، قاعد جمعوا فرقة تاع الكرة ولعبوا ماتش ماشي صوتي، كان هضر أنا جملة كل شيء، كان هضر مع كل شيء، لا إشكال. هذا الموضوع نتاع شحال واحد هذا عاد بدينا ندوروا السير وتاو عاد بدينا، ومرحبا بك عندنا وبإذن الله عز وجل باقي عاد الأيام بيننا يا عباد الصليب. فاسمع اسمع اسمع أنا بغي نقول لك الحق، نبين لك الحق، لأن الله ماشي ما أنا ما بغيتش أنت تجي لعندي وغادي نبكي عليك العذاب النار الحرق الألم كذا، تخرج وقتل أمك تخرج هذا بلا خاوية واضح، والضرب قدر نضرب دوكا نعذبك تبقى تزكي ونصنع أجمل أجمل حاجة غادي، سهل سهل جدا أنك تضرب وتصعق وتعذب وتتألم، سهل نضرب ونضرب كاع ما تبعدش تريني فيك شوية نعرق ونمشي نروح، فهمت؟ سهلة والله العظيم حتى تكرفص وتعذب، ولكن دائما أختار الطريق الصعب الذي أسأل الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجري الحق على لساني ولو كنت فاسقا، واضح؟ فأنا أدعوك إلى الحق الذي ليس بعده إلى الضلال، أنا أدعوك إلى الحق الذي ضرب عليه النبي، أنا أدعوك إلى الحق الذي كسرت عليه رباعية النبي، أنا أدعوك إلى الحق، أدعوك إلى الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، أدعوك إلى طريق الهدى والتقى، أدعوك إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين، أدعوك إلى جنة الخلد، أدعوك إلى النعيم المقيم. والشيطان الذي تعبده من دون الله يدعوك إلى التعاسة والشقاء، يدعوك إلى الهم والضيق، يدعوك لعبادته وهو له رب يعرف أنه رب. أنا أدعوك إلى الحق وأقول لك الذي قال الشيطان ولم يخبرك أنه قال، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن
الله وعدكم وعد الحق. والله لو تدبرها كل جني تبع الشيطان وأصبح ماسونيا على عقيدة الشيطان ورب السماء والأرض، لو سمعها بقلبه وفهم معناها ومغزاها ومقصدها ورب الكعبة لخرج من الظلام إلى النور. لو تدبر معي كل جن يعتقد أنه شيطان وتبع الشيطان في القول والنهج والفعل والعمل والطريقة والعقيدة والاعتقاد، لو سمعها وأخذ بها وفهمها وتدبر ورب الكعبة لاستفاق من الغيبوبة، ولكن بران على قلوبه. جعلتم على الأعين غشاوة، على القلوب غشاوة بظلمكم، فاتقوا الله. اسمع ماذا يقول الشيطان، إذا فهمت هذه الجملة راك في نعمة، ولا ما فهمتهاش ولا ما قدرت فهمها تقام عليك الحجة. وأنا عندي يقين كلما أقيمت عليك الحجة كثر عليك الألم، كلما أقيمت عليك الحجة نزل عليك العذاب، كلما أقيمت عليك الحجة يضاعف لك العذاب، كلما أقيمت عليك الحجة دخلت في حقي. قل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأنت ستعلم، وإذا علمت وأبيت فوالذي رفع السماء لست كالذي لا يعلم. سينزل عليك العذاب مضاعفا والألم مضاعفا، وعذاب الدنيا سيزول وسيهون وسيقضي. وإذا صبرت اليوم والغد والشهر القادم والسنة الماضية فلن تصبر في الخلد في النار. جهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فاتق الله واسمع ماذا قال الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق، فوعدتكم فأخلفتكم. وعد الشيطان مخلوف، كذوب باطل، وعد الشيطان لا شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طريق الهدى والتقى، لا لأجلها خلق الله السماء والأرض. استشعر معي تكفي، والله لا تكفي، سبحان الله، لا معبود بحق إلا الله، لرب مع الله، الشيطان خلق الله وليس هو الله، الشيطان عصى الله وأبى أن يسجد لآدم وأبى إلا أن يضل الناس ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فتريد أن تكون من الظالمين، تجعلك من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان الذي قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. والله كلف الجن والإنس بالعبادة وأمرهم بالعبادة ووصاهم بالعبادة، فالذي لكم لنا والذي عليكم علينا، فلا إله إلا الله، فلا تجعل الشيطان إلها من دون الله، وهو خلق الله، وهو الذي سيتبرأ منك يوم القيامة. إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، سيتبرأ منك أنت وأمثالك. إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله
رب العالمين. سيتبرأ منك، سيتبرأ منك الشيطان، إني أخاف الله رب العالمين. الله الشيطان يعلم أن وعد الله حق، والله يقول لك يخاطبك يناديك يبين لك يعظك، لا يرضى لك الكفر. حرب أبدية منذ أن خلق الله آدم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان، وما أدراك ما الشيطان؟ الشيطان ومن لا يعرف الشيطان؟ الشيطان ومن لا يعرف ماذا يريد الشيطان وماذا يحب الشيطان وإلى ماذا يسعى الشيطان؟ الشيطان وما أدرك ما الشيطان؟ الشيطان اللعين، الكلب الذليل الذي أخرج آدم من الجنة. الشيطان الذي أخرج آدم من الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الشيطان تعرف شو على الشيطان، بدك نعرفك شو على الشيطان، تعرف عليه واحد شوي، تعرف من هو الشيطان، تعرف من هو ربك. اسمع، من هو ربك؟ هذه اول طامة قام بها. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أخرج آدم، مش عارف ايش اعلى فين. صبرهم جميل، اعطاني الخيط الله يسر، اعطاني غير خيط انا مزال ورق. ايه شوف كان مطفي هو اخويا. ليش يقولي ليش يقولي العهد اللي تروح لطعامه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صافي صافي صافي، ما عندناش مشكلة، خصنا الحل فقط، نقلب على الحل، ماشي نقلب على الحل، الحل الحل المدمر، الحل المهلك، الحل المحرق. أنا والله أبحث لك عن الحل السليم، عن الدرب الواسع، لا عن الدرب الضيق اللي تدخل له جنب تخرج منظور. الرحيم اسمعني، أنا ما كان أنا ما كان دققش معك وشكل فيه وفين دخلت في الرحيم في الودن ما في النيف بشحال من واحد. أنت أكبرهم، أنت أوعاهم، أنت أفهمهم، أنت القائد الأعلى الحزب الله، أنت القائد الأعلى الحزب الشياطين في الجسم، أنت الأمر والناهي، هذا هو الذي يكفيني. أنت ما يجعلك تكون حتى حماد شي سوقنا تتكلم معك معك معك. وش فهمت هذا الكلام كله ولا ما فهمتوش؟ فهمت شوية؟ أنا بغيك الخير وما نش بغي ديك القضاء نتاع صفير. أنا فهمت الحق وأنا أريد الحق
أنا تبت إلى الله وحجج دمعات صفي. أنا ندمت على ما فات وخضعت لرب الأرض والسماوات، وأنا نادم عائد راجع تائب لربي، وسأخرج منها ولن أعود إلى ظلمها، ولن أعود إلى ظلم الناس وأذية الناس. وأنا أسلمت لله وأنا أقول لا إله إلا الله. ودليل لنا فلطة منا وتهرب لي منا تخرج لي منا تخرج واحد الدرب خرق طبيعة ما تعود وردها لي البنت راه عاد مريضة. لا كيقول لك النهار الولي ما كلمش عندي لك رقية من عاد ربك هدا وسأعصرك عصرا عصرا بالقرآن ماشي بالضرب. فأنا أكرمك. بماذا أكرمك؟ بالعقل. وأنا أفضلك لأن الله فضلك بالعقل. وأنا أميزك على باقي المخلوقات وأعطيك قيمة لأن الله قيمك بالعقل. أنا لا أرضى لك أن تكون عبدا مكبلا عند ساحر مقيد تعيش في تعاسة وتظن أنك في سعادة. أنا أحب لك الحرية. أنا أدعوك إلى أن تعيش حرا طريقا كالطير في جو السماء. أنا أدعوك إلى السعادة الدائمة. أخا كما يقول لك نعيش حرا نأكل غير خبز واتاي وما نعيش عبد، ما نعيش مقيد مكبل. أمشي بأمر سيدي وأطيع سيدي في القول والفعل والعمل. إن كان قل لي ألقي بنفسك في النار ألقي بنفسي في النار، ويعدني أنه سيغمض جراحي إذا ألقيت بنفسي في النار. وأنا أعلم أنني إذا خرجت وغمض جراحي سيبقى أثر الضربة والحر والحريق. فلو كان سيدك يريدك الخير هذا الشيطان وهذا الساحر ما ألقى بك في الهلاك والتهلكة، ما ألقى بك في هذا الموقف وتقف أمامي وأنت كلب ذليل. ولكن والله الذي لا إله غيره أدعوك إلى الخير وأحب لك الخير وأتمنى لك الخير وأسأل الله لك الخير وأسأله بأسماء الحسنى لإصلاح أصدارك للإسلام التوبة إلى العودة إلى الرجوع إلى الإيمان. أسأل الله تنقل من الكفر والظلام إلى النور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينقلك من جب العبودية إلى جب الحرية. فكر في الأمر جيدا واتق الله حتى يكون الله معك، وعد إلى الله حتى يكون الله وليا لك وينصرك ويعلي قدرك ويسعد أيامك ويكون لك ربا ويصرف عنك الشر والسوء والفحشاء. فعد إلى الله وتوب إلى الله واخضع لأمر الله وكن مع الله واتق الله، واعلم أن الدنيا قصيرة وأن مصيرها إلى زوال، وأنها ورب الكعبة تفنى وتبلى، وأن مصيرها إلى زوال، وأن الإنس والجن يموتون، وأن رب الإنس والجن لا يموت، حي قيوم. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا زوجة له، لا صاحب له. فلا إله إلا الله هو المتفرد بالعظمة والكبرياء، والحي الحق القيوم الباقي الدائم الذي لا يلحقه فناء، والذي يغفر الذنوب جميعا ويستر العيوب جميعا، والذي لا يمضى لك ولي الكفر. فكن مع الله يكون الله معك، فكن مع الله يغفر الله لك، فكن مع الله يصلح الله حالك، فكن مع الله يكون الله وليا لك. ومن كان الشيطان وليا له خسر الدنيا والآخرة، ومن كان الشيطان وليا له ربح بيع الدنيا وبيع الآخرة. والفوز العظيم هو النظر لوجه الله الكريم، والفوز العظيم هي السعادة عندما ننظر لوجه ربنا وهو راض غير غضبان. أسألك يا ربي بأسمائك الحسنى صفاتك العلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا من لا تأخذه سنة ولا نوم يا من لا يسهى ولا ينام يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أحسن السحرة عددا وقتلهم بددا، اللهم دمر حشورهم وأفكارهم وعروشهم، اللهم احرق كتبهم، اللهم عليك بهم اخسفهم يا ربي وبدارهم والأرض، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم دمرهم تدميرا. لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان بصوت حمدك وحدك، ما كان خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمسلم الشيطان. الله أقسم وبراء الله أعلى وأعلى.